السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم الأستاذة إيمان محمد يوسف. أنا من مصر، مدرسة وفي نفس الوقت مدرب. هدفي الوحيد هو توصيل كل ما هو جديد في المعرفة إلى أقصى حد بعيد في محافظتي والمجتمع الذي أعيش فيه، ثم بإذن الله أحاول توصيل العديد هذه المعرفة لعديد من المدارس على أقصى أو أبعد الحدود. فطبعا رحت زيارة العديد من مدارس رياض أطفال ابتدائي، مراحل إعدادية، مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل ثانوية، وبدرس طبعا درست مرحلة إعدادي مرحلة ثانوي بغرض حدوث تغيير في المعرفة، استتباب ما هو جديد. الهدف الوحيد زي ما انا قلت توصيل كل ما هو جديد في المعرفة لأقصى حدود. ايه هو الجديد؟ طبعا ان انا بنعلم بقدر الامكان مهارات القرن 21، طبعا من التواصل، كوميونيكيشن، كولابوريشن، طبعا هنا يوز ذا بيست اوف تكنولوجي. ايضا بنستخدم اللي هو ازاي الطلبه بتحاول بناء المعارف، كونستراكت اوف نوليدج. كمان بنحاول مع بعض نشجع الطلبه تبي كرييتيف اند انفوليتيف، طبعا سولف بروبلم، وكمان يستخدموا كريتيكال ثينكينج ان سولفينج بروبلم. أنا طبعاً على العديد من التكنولوجيا بنحاول نطور طلبتنا في مجتمعي، بنحاول استخدام البرمجيات خصوصاً زي تعليم مثلاً بعلم الطلبة، بحاول استخدام التفكير الناطق to be innovative، يعني مبتدئين باستخدام coding in learning، باستخدام البرمجة في التعلم زي ماينكرافت. طبعا استخدام الاوفيس 365 التعلم على ابعد ما يكون في البيوت. زرت العديد كما قلت في كثير من المدارس على بعد اميال لكي نتعلم ونعلم طلبتنا بقدر الامكان. طبعا دي حاجة جميلة جدا، بحيث انا بلاقي استجابة لعديد من الطلبة في الحدود البعيدة والقرى والمراكز. طبعا كمان كده في المدارس الستيم، في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، مدارس رياض الأطفال. طبعا نحاول تشجيع الطلبة من المدارس دي وبين الطلبة، سواء عن طريق التواصل بين المدارس أو أونلاين أو المشاركة عبر طبعا المواقع الاجتماعية، الإيميلات، طبعا عن طريق اللي هو الفيديو كونفرنس. كل ده مشوار كبير بنحاول بقدر الإمكان توصيل المعرفة لأبعد الحدود. اشتركت أيضا على المستوى المحلي والإقليمي في العديد من المسابقات، والحمد لله كان لي طبعا مكانة طيبة حققتها في تحقيق طبعا مكانة طيبة، سواء كان في الجانب العلمي أو المعرفي. زي مثلا أنا اشتركت في مسابقة هنا التسامح، اشتركت في مسابقات اللي هي إنشاء بروجيكتس مشروعات تعليمية وتم الفوز فيها، اشتركت أيضا في مسابقة الماينكرافت، ولا زلت أواصل بقدر الإمكان وقدرة من الله سبحانه وتعالى في إعطاء المزيد والمزيد من المعرفة. طيب إن شاء الله قبل نهاية العرض بنشوف عدد كبير من الأدوار التي قمت بها في تشجيع الطلبة على ابتكار بروجكت.